نتكلم النهارده في الكبسوله ديت عن عجز الموازنه العامه للدوله. احنا قاعدين نسمع كل شويه من ايام 30 سنه فاتوا انه والله العجز زياده واحنا مش عارفين نعمل ايه في عجز الموازنه العامه للدوله وعاوزين نخفض الموازنه. وشفنا الرئيس عبد الفتاح السيسي لما المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء والسيد وزير الماليه هاني دميان راحوا قدموا له الموازنه العامه عشان يتم اعتمادها، قال لهم لا العجز كبير، قللوا لي العجز. فرجعوا وبعد يومين ثلاثة راحوا قالوا والله احنا العجز قللناه ب41 مليار جنيه وكذا. ويبقى ايه هي حكاية العجز دي او ايه يعني عجز الموازنة العامة للدولة؟ علشان اعرف عجز الموازنة العامة للدولة، الدولة دي زي صلاح في البيت وزي حضراتكم كده. في البيت حضرتك ليك دخل محدد اللي هو عبارة عن مرتب حضرتك او دخلك من الارض اللي انت بتزرعها او دخلك اللي جاي من المحل اللي انت بتشتغل فيه او اي دخل ليك معلوم خلال السنة. يبقى ده الإيرادات بتاعت الدولة أو إيرادات حضرتك. سعادتك الإيراد ده بتصرفه. بنفق فيه إيه؟ والله عندي إيجار للبيت، عندي نور، عندي مية، بدفع مصاريف للعيال، دروس خصوصية، بنجيب أكل، بنروح للدكتور، إنفاقات محددة، مش كده؟ نشوف الإنفاقات دي، لو أنا دخلي 5000 جنيه، إنفاقاتي طلعت في حدود 3000 جنيه، فأنا كل شهر بشيل 2000 جنيه، ده اسمه فائض الموازنة العامة للدولة، ونقول يا رب ربنا يوصلنا للمرحلة دي ونحوش. طيب، لو أنا دخل ال 5000 جنيه وبصرف ال 5000 جنيه، نقول برضو الحمد لله وصرفنا وما عندناش عجز وده قد ده. إنما المشكلة بقى اللي إحنا فيها ومعظم دول العالم فيها، إن أنا إيراداتي 5000 جنيه بصرف 8000 جنيه كل شهر. يا ساتر، طب التلاتة الزيادة دولت ايه هما؟ هما العجز. طب ما انا اقول اوفر ومصرفش دولت، نشوف هل دي حاجات اساسية اللي انا بنفقها ولا لا. طيب، يبقى لازم نتكلم ونقول ايه هو العجز ده جاي لي منين. الايرادات بتاعتي اللي جاية في الدولة ارقام محددة جاية من اماكن محددة. الدولة بتجيلها ايرادات منين؟ إيه؟ الضرائب اللي بتفرضها على الناس، تدخل للدولة فلوس. طبعا الضرائب دي شاملة الضرائب العامة، ضريبة المبيعات، الجمارك موجودة، طبعا الضرايب العقارية هتخش معانا موجودة، تبقى دي ايرادات الدولة اللي داخلة كل سنة. طب كويس قوي، في ايرادات تاني؟ في ايرادات تاني نقدر نجيب ايراد قناة السويس. طب وماله؟ ده كويس قوي. ايراد الصادرات بتاعت حضراتكم. حضراتكم بقى طلعتوا منتج كتير، انتاج زراعي، انتاج صناعي، انتاج طالع، خدمات نقدر نعملها، لمينا الفلوس ديت، بعناها للناس بره، جبنا فلوس، بقت ايرادات جايه لنا. طب كويس قوي والله. الحكومة نفسها ليها احتياطي نقدي، يعني الحكومة عندها في حصالتها النهاردة 16 مليار دولار. دي ما بتحطهمش في الحصالة، دي بتشغلهم سواء في بنوك مصر أو في بنوك بره خارجية، تشتري بيهم أسهم وسندات في الدول اللي بره، تحطهم في بنوك اللي بره بأسعار كذا، تشارك بيهم في بعض المشروعات اللي بتدر عائد، فيبقى عائد الاحتياطي بتاعي اللي جاي لي من بره. يبقى أنا عندي إيرادات الضرائب بكافة أشكالها، ضرائب وجمارك وضرائب مبيعات وضرائب عقاريه وكل. عندي الايرادات اللي جايه من تشغيل الاحتياطي النقدي بتاعي اللي انا بشتغل، عندي ايرادات قناه السويس اللي موجوده، في ايرادات تاني بتجيلي، في ايرادات والله بيجي سياح من بره، ان شاء الله يجوا يصرفوا عندي فالناس تهيص فنتبسط، فيبقى في جزء من الايرادات. جاي الايرادات منين؟ وهو داخل بنقطع له تذكره اللي هي بتاعت الاقامه فبناخد منه فلوس. وهو داخل بنقول له والله بتدفع تذكره معينه علشان تقعد على التيكت بتاع الطياره، نعمل له فلوس. لو جه قعد هو في الفنادق بتاعت الحكومه اللي موجوده يبقى بيصرف، يبقى بياخد فلوس. الحكومه عندها هيئات اقتصاديه. يعني ايه هيئات اقتصاديه؟ زي هيئه البترول وقناه السويس وخلافه، دي بتجيب فلوس، فيبقى دولت من ضمن الفلوس الايرادات اللي داخله للدوله. طب كويس قوي. طب الحكومه هتصرف في ايه؟ نقول لهم ايوه، اول بند الحكومه بتصرفه في حدود ال 24 25% من انفاقات الدوله كلها، الاجور. مصر فيها 6.5 مليون موظف عماله ثابته، 562,000 عماله مؤقته. الناس دي بتيجي اول الشهر تاخد فلوس ولا لا؟ بياخد لازم ورق بنك نوت معاه. اخر السنه الناس دي قيمه المرتبات بتاعتها بنتكلم كده في حدود ال 203,000. طب دي مرتبات. في الدعم الحكومه بتدفعه عشان ادعم المواد والسلع الغذائيه وخلافه، يبقى لازم ادفع ده، ما اقدرش ما ادفعوش. عندي قروض الحكومه واخداها من الناس سواء من جوه او سواء من بره، لازم تسدد والا نتفضح ونتكشف ويعمل لنا افلاس، فلازم ندفع. الربع الباقي اللي فاضل ده هو ده اللي بصرف عليه كله،
أصرف عليه على الأمن، أصرف عليه على الجيش، أصرف عليه في التعليم، أصرف في الصحة، في المدارس، في إقامة الطرق، في المباني، كل دول تبقى قليل، يبقى عامل عجز. طب الحكومة تغطي العجز ده منين؟ هتضطر كل سنة سعادتك عندك عجز في البيت بتاع حضرتك، قلنا بتقبض 5 صرفت 8، التلاتة هتبتدي تاخد من حصالات عيالك الأول لو عندهم حصالات، اللي هي الحكومة تستلف من جوه، بعد كده باخد من إخواتي، بعد كده من قرايبي، بعد كده باخد من الجيران، صح؟ احنا وصلنا للمرحلة دي. لو قدرنا بقى نقلل الانفاقات اللي ملهاش لازمة يبقى احنا بنوفر شوية ونزود ايراداتنا، وهنقول بقى في الحلقات القادمة ازاي نزود ايراداتنا وازاي نقلل انفاقاتنا، يقوم العجز بتاعنا يقل، نقوم نعيش مستورين كده ومحترمين وكويسين.